للعرب في قدس الطرب، مهرجان ينظمه معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى للسنة التاسعة على التوالي وفي مدينة القدس. يهدف المهرجان إلى توفير منصة للفرق الفلسطينية يحيون من خلالها أعمالهم الفنية أمام الجمهور، ويهدف أيضاً إلى تنشيط الحياة الثقافية الفنية في أحياء القدس العربية وتثبيت الوجود الفلسطيني فيها. الليلة هي جدا كانت مميزة، لأن أنا بشوف مستقبل بناتي كمان 4 سنين أو 5 سنين بس يصيروا محترفين بالعزف، كيف ممكن يكون أو أتخيل المستقبل الموسيقي تبعهم. بصراحة إحنا كل مرة وكل عرض في المعهد الوطني للموسيقى عم نتفاجأ بإتقان الأداء اللي عم بيكون من الطلبة ومن الأساتذة زي العرض اللي كان موجود اليوم. قدمت فرقة رباعي الأعواد عرضاً موسيقياً بأصوات فلسطينية شابة، غنوا وعزفوا للفرح وسط أناس متعطشون للحب والحياة في مدينتهم التي يحاول المحتل سلب النور منها. ثم تلاها فريق حلمي إسطنبول ليجسد حلماً موسيقياً على أرض القدس وترابها وهوائها، وتجلى هذا كله على مسرح فيصل الحسيني في مركز يابوس الثقافي. برنامج مهرجان ليلة طرب في القدس العرب بضم مجموعة من الفرق الفلسطينية البارزة جداً، راح يشارك معنا جوقة سراج في حفل الانطلاق، مستمرين اليوم مع فرقة مقامات القدس ورباعي عواد القدس اللي هم مجموعات بضموا طلاب متقدمين من معهد وطن الموسيقى في مدينة القدس، راح يقدمونا برنامج منوع ما بين الأغاني الطربية والأغاني التراثية الفلسطينية، إضافة طبعا إلى بعض المقطوعات الموسيقية لموسيقيين فلسطينيين وعرب. إذن هي فسحة من الإبداع والطرب تضاف إلى سلسلة نشاطات ثقافية تراثية مكثفة يتم إحياؤها على مسارح القدس، جاءت لتأكد مجددا على هوية هذه المدينة العريقة التي كانت ما زالت وستبقى عربية وفلسطينية.